أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دوا هذا ورك في النمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار قم بيلك فرد دوا ركي قدن بي ييوا في النمو اسنين أهو قضبة حساسية ناسو سعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسية في الله صوماليا أو روبلكو عدان نيسو إنو إريو أمي حيل كاكا قادو جنرال حجار يا لغو بدل الربا ميسكا يوساري يا نينكا لغو بدل الربا تليا بوليسكا صوماليات حقا هيش عالن سيدة ميديا يا شيغيسا إن مدحتويدا في الله صوماليا يا رئيس الوزارة محمد حسين روبلكو عدان نيسو إن وحيل كاكا قادو تليا عينكا بوليسكا صوماليات جنرال عبدي حسن محمد حجار خلافك في الله صوماليا يا جنرال حجار يا سوجي تم ييتن إيو مركي ومدح وينا وقتي وكدعي فرماجو سميي مدو كرار سيجي شرع درادة أها فشل ماي مركاسي او حجارو ديدي إنو أمرو ويرر لغو قادو عيدا مدى ديدنا مدو كرار سيجي اي مقدشة سو غلاي اي بدباد قران إساقو او بوليس كا أمري إني كو اي كادان او كليا سوجد أمنيك شعب صوماليا في الله صوماليا يا سيدو كلكو قانعين فرفرنان تتري حجار يرالي قلين تاوسي اي مشرحين تمعارض كقار أهان مدهويني وري صوماليا حسن شيخ محمود إيو مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي مشرحين كله كدي مركي يا دماتي حيسا دي مقالة مقدشو إلا وريدي لو كرسون يهي أيا علن سيدا ميديا وشيغ إن في الله صوماليا أي دماع سنتهي إن تليها بوليس كصوماليا لغا ديغو جنرال أسد ديانو سي او قرشها فرماجو اوه قليو ديغان ده بدلان جنرال أسد ديانو أوه جنرال أود بدن أيا سامين وين كله ديغان ده بدلان وحا اونا أها مشرحي اوغو أدكا اي ترتن كلق غلي مدح وين الدني ديانو أيا أولاك ودا مقالة مقدشو تن إيو مركي يوسو غاري ورقان هلينو أيا تلماما يا إن في الله صوماليا يهدد جيسي هوتيل كو يالا إربورك مقدشو أو قالي أهوحانا لسيي قاديد إيا عيدم كاترسن نسا أو أمني جيسا سوغيا ريز الوزارة صوماليا محمد حسين روبلا أيا الله شيغي إن أوسن إلا هدك جوابين عسيقي كي مدنا عمد حوينها وقتي وكدا عاي فرماجو لمن أوغا نو عقو آن إي أو كقادم دونو ما دام أوسن فرماجو لهين شرعيات أو حيل كقادس أما مغا عابس كو سميو سرا كيشا مقف كستو كدرس الدولة الفيدرالكا صوماليا لكن أود داسي وحا إمن كايستا رئيس الوزارة حيل غارسينتا محمد حسين روبلي فرماجو وح أود ملهان كريه إن أو إسكبر بريو روبلي إسلامر كاسنا روبلي أوفليو سيكستوها أهاتي فرماجو وحا أودونيا أما ميسك سو ساري إن أسد ديانو لغو بدلو جنرال حجار إي بوليسكا فيدرالكا صوماليا دينا عكالي الشباب أوير حوغن كقاضي مغالو أوشالي غاري جنرال أدوا فافاهينا ديرادا ايا وحا لغهل ايا وير مدافيعه او دقال يهانا دا كوحدة على الشباب اي حالي كو قادين دقم دا بولة بورتي حلي هاتان او كسوغن يهي تليا عيدا مدى حوق دالك صوماليا جنرال ادوا يوسف راقي او شالي قاري قدها مقالة داسي مدافيع دا ايا قاركود وحا اي كود عين سلبيق عيدا مدى دولة دا ايا كوة دالك جبوتي اي كو ليهين دقم دا بولة بورتي قبل كهيران حالك قاركود دا اي كو هوبتين حافظة كاترسان دقم داسي او اي دقين يهين داد شعب مساكينة سيدو كالدد كديغان كايا وحا اي شيغن ان اي مقليين داوق مدافيع دا وحانا اي تلمامين ان اي سو وجه داي عبسي ادو حوغن ورر كايا شيغيا ان دان كو دا عيدا مدى جبوتي اي كو جوابين مدافيع منا عدا الا اي حد غسارها الرسميغا اي كدا شي هو بيا شاسي سيدو كالا ورر كايا ان تاسي كو سيد داريا ان عيدا مدى دولة دا اي ساكي هول قلو كسميين خيبا كمي داه دقم دا اي دولايت كا سيلو حقيجيو امنيغا weerar kan waxa uu ku soo aadayaa xilli haatan buulo burta ay ku sugan yihiin taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo masuuliyiin kale kuwaasi oo u tagay arrimo la xiriira daafurka qaybta 27aad oo laga dhigayo degmadaasi buulo burta sidoo kale waxa degmada ku sugan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Joyte Cismaan xaaladda ayaa haatan degan waxaana wadooyinka qaar lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo dhaqaaqyo ka wada magaaladaasi الشباب ايا انتا بدن ويرو كدو فوق النقاق اكو قادة سلبيجي دا عيدة مدى دولة دا يكو عميسو ميكو اللي يهين قبل كهيران اي برتما هدالكا سيكستبها اهاتي مقالة دا بولو بردايا اه مقالة قوضان كو جورتيس لماركاسين سيدي دي سان لصور دافاي اي سان وحبا لوكا كسو قلين كليا دادك شعبك يمدى حدو وحيكو سفرانو كليا ديارة دها كواسي واي كسو راعان جوهر مقدشة بلد ويني دور كيلومتر هبين كستا وحا اوسو جرسدا اوركا الشباب لكن دفاعي واوين اي دولة فيدرالكا صوماليا عيدن كيدا لباتن يتضواد عيدا مدى جبوتي اي هريرة هم مقالة دا كدقين اسلام مركاسين دور مر اي اسكود ديين اني قدا اوسو قلان اوركا الشباب هل كاسي اي ندقا الحوغن كلاكولمين سيكستبها أهاتي مدحدي أغو سرعي سيهر شبيلة أيا كسوغن دقمدا بولة بورتي سيدو كلا تليها عيدمدا حوغة صوماليا تليها قيبتا لباتان يتضبات دريد ديشا أيا أسيغن كسوغن
فضلاً دب أدور كيني هوري إي عالان سيدا ميديا حوك حساس يا سعيداني ميا إسكا عسيلة يا حيل كمدحتيني مدى بودلان سي أوغو قوليشتو كورسيغا في لا صوماليا مشرح أبشير فيرو أو نغضي مشرحي أوغو هوري يي أو بوغضي دادكي كودا وعمي قرحي سبديغي لا صو دافي كدا عي مغالة دا مغدشو أنكو هوري يي واجهان وحا تاقني دهدا الهين كدالتاي إن سعيدة عبدالله داني وسكو سو شرحي دونو حيل كمدحتيني مدى صوماليا بالسو حوك هوسي أو أن أغاني أيا شيغيسا إن شرعيغا بودلان أو سيكالا شيغي dad badan ayaa is weydiinaya sidee ugu suuragali karta isagoo xilka budlaan haya isku sharaxi doono dani una raadin doono filla Soomaaliya ama uu ku guuleysto kursiga filla Soomaaliya sharciya qaanada gaarka ah ayaa waxay sheegayaan inay doonayaan sidii Allah u naxariistay Cabdullaah Yuusuf Ahmed oo kale inuu sameeyo madaxweyne dani sanadii 2004 Cabdullaah Yuusuf Ahmed oo ahaa madaxweynihi budlaan ayaa u tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya waana uu ku guuleystay tusaale hadii Cabdullaah Yuusuf laga guuleysan lahaa waxa uu sii wadan lahaa xilka maamulka budlaan oo sharciga u degsan dowlad goboleedka budlaan ayaa taasi ongolaanaya wadadaasi ayaa u muuqata Saciid Cabdullaah dani oo laba shimbir ayuu doonayaa inuu hal dhagax ku dilo waana sababta uu dib uga dhigayo musharaxnimadiisa si kastaba ha ahaatee dadka qaar ayaa sheegaya in madaxweyne dani uu marka hore iska casilo xilkaasi kadibna isku soo sharaxo xilka madaxtinimada qaranka laakiin waxa uu doonayaa sidii Cabdullaah Yuusuf Ahmed inuu sameeyo waxa uu qiimeyn ku sameyn doonaa xildhibaanada soo baxaya kadibna isaga ayaa ku dhawaaqi doono inuu isu sharaxo isla markaasina taageero dhaqaale oo aan caadi ahayn ka helayo dowladda Imaaraadka Carabta ma sahlana in dani uu ku guuleysto balse waxaa jirta in Axmed Madobe uu taageero ka haysto ayna maamul goboleedyada kale ku daba xirmi doonaan haddii lacag waali ah uu siiyo dani si kastaba ha ahaatee madaxweyne dani ayaa la filayaa markii uu helo xildhibaano ku filan isla markaasina uu shaaciyo musharaxnimadiisa xilka madaxtinimada dalka kadibna waxa uu doonayaa in lacago waali ah uu ka soo qaato Imaaraadka Carabta una qaybiyo maamul goboleedyada dalkaasi halkaasi uu uga helo xildhibaano ku filan dhinaca kale musharax madaxweyne mudane Abshir Feero oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya 2020-ka ayaa booqday qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay qaraxii darraad ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kuwaasi oo lagu dabiibayo isbitaalka Madiina musharaxa oo ka damqaday shacabkii ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxaasi ayaa bukaanada mid mid u dul istaagay isaga oo ka waraystay xaaladda caafimaadda ay ku sugan yihiin waxa uuna gaarsiiyey caawinaad degdeg oo dhaqaale ah waxa uuna u rajeeyey caafimaad degdeg ah inuu Rabbi siiyo dhanka kale maamulka isbitaalka Madiina ayuu ka xog waraystay baahiyaha ka jira isbitaalka isagoo kormeeray qaybaha kaydka daawada isbitaalka yaalla sidoo kale waxa uu booqday haweenka danyarta ah ee qudaarta ku iibiya mid ka mid ah suuqyada Muqdisho isagoo ka waraystay xaaladooda nololeed iyo sida uu ugu socdo ganacsiga ay ku jiraan kaasi oo ay ka maareeyaan nolosha qoyskooda musharax madaxweyne Abshir Feero ayaa ah mas-uulkii ugu horreeyay ee booqasho ugu tagay bulshadii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii 10-kaani bishan ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaasina lagu halaagmay si kastaba ha ahaatee madaxweynaha madax adag ee filla Soomaaliya ku jiro ayaa marnaba booqan ama tacsi u dirin dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi waxaa baraha bulshada la wareejinayay gabdho yaryar oo jaamacada ka soo baxay isla markaasina mustaqbal lahaa kuwaasi oo qaraxa ay ku dhinteen si kastaba ha ahaatee musharrixii ugu horreeyay mas-uulkii ugu horreeyay oo ka danqaday qaraxii darraad ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa durbaba waxa uu tagay isbitaalka isla markaasina deeq lacageed ayuu gaarsiiyey maamulka isbitaalka Madiina filla Soomaaliya ayuu iskaga dhaxudayaa madaxweynaha sida sharci darrada ku fadhiyo filla Soomaaliya. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.